صباح الخير اعزائي برحب فيكم مجددا على بيروت فريجرانس باشن كل شخص جديد على القناه بتمنى يعمل سبسكرايب واللي بحب كمان عندي قناه يوتيوب تاني بتحكي عن الصيد والسيجار والنشاطات بالبريه وكمان فيها مقاطع انا عم بعزف على الجيتار تعرفوا انا عازف في جيتار فاللي بحب يعمل سبسكرايب راح احط بصندوق الوصف اللينك الرابط تبع القناة يلي بحب يعمل سبسكرايب أكيد تكون ممتن لإله لنرجع على موضوع العطور عطرنا اليوم من دار بينو سيلفستري آه الإيطالية العطر اسمه بينو سيلفستر بينو سيلفستري أندر وود آه هيدا شكل العطر بيجي بهذا الشكل العلبة لون أخضر أخضر فاتح مع أخضر غامق بتجسد ال الغابة الغابات اوكي فينو سيلفستري ميد إيطالي ايطالي اندروود يعني تحت الغابات ما هو تحت الغابات أه هون حاطين وصف ترو اسنس اوف وود يعني ريحة ال الاسنس تبع الوود يعني اوكي وصف للعطر وهيدي بالنسبة للزجاجة بيجي مية وخمسة وعشرين ملي وتركيزه اودو تواليت وفي منه قياس خمسة وسبعين ملي اوكي هيدي الزجاجة بتجي من النوع الجديد يعني مش البلت ان سبراير السبراير العادي نفس شيء أه حبة الصنوبر أه تقطيعها مثل الحبة بتكون على شجرة الصنوبر السبراير السبراير عاطل وبيروح منه منيح السبراير ابدا طبعا منو ناجح هذا آه العطر عطر جديد منه عطر قديم تم اصداره عام 2014 من نوع الودي اروماتيك قلنا بيجي اوضه ولات 125 ملي هذا آه العطر بيتركز حول الحمضيات آه الخزامة آه نوتات خشبيه تشكيله من نوتات الخشبيه الكشمير وود والباتشولي هذا هو العطر حسب فراغرانتيكا أكيد الخزامة بقدر أشم الخزامة مع الحمضيات والنوتات الخشبية كشمير وود ما بعرف شو هو كيف هذا أكيد هذا مكون صناعي منو شي شي مكون صناعي بينضاف للعطور ليعطيها طابع خشبي من أحدى أصدارات بينو الجديدة هذا العطر ما له علاقة نهائيا بالبينو سيلفستري الأوريجنال القديم قالوا علاقه فيه آه العطر بيشبه العطور الموجوده حاليا الحديثه بذكرني شوي ب the ذا بريف من ديزل وبالقاعده بس يثبت العطر ويصير بال... بالقاعده آه بس يهدى قصدي ويصير بالقاعده بيصير بذكرني بشانيل اللور الاساسي الاوديتواليت الاوريجينال يعني الاساسي بهيدي نوع العطور بذكر آه العطر اجمالا آه جيد اوكي آه ممتاز الاستعمال اليومي من يعني لقيته من افضل آه اصدارات بينو سيلفستري بالاداء لانه اداءه جيد ست لسبع ساعات ثبات مع اول ساعه فوحين فوحين وشوي على معدل بس كثباته ثباته بعتبره جيد الى جيد جدا آه اذا بترشوا الملابس اكيد تاخدوا سبات وفوحين اكتر اذا بتكتروا الرش يعني في ترشوا منه عشرة الى عشر رشة بيطلع الاداء ممتاز الفصول ربيع خريف شتاء مناسب للدوام بالمكتب للمدرسة للجامعة بيصلح يكون انه عطر توقيعي سيناتشر سانت اكيد ما في مشكلة بيصلح لهذا لهذا الغرض يعني فعلا ريحة جميلة بميل تلكون على الألور الألور شانيل ألور مش السبور الألور العادية الألور أم العادية الإطراءات لا بأس بيجيب إطراءات وبيترك إنطباع جيد هيدا الدي إن إي بيجيب الإطراءات إجمالا ومحبب عند الصبايا سعره هيدا القطر رخيص المية وخمسة وعشرين إم بحوالي خمسة وعشرين دولار وال75 ام تقريبا بحدود ال15 دولار يعني سعره كتير مناسب بالنسبة لأدائه اللي هو بيعتبره جيد إلى جيد جدا الأفضل بالأداء من لمراجعة قبل عن رين فورست ضعيف أدائه هيدا أفضل من الرين فورست حتى أفضل من البينو سيلفستر الأوريجينال اللي أكيد نعمل له ريفورميليشن هيدا بعده أدائه أحسن بس ما قالوا علاقة فيه هذا عطر قديم ريحة الصنوبر ريحة المنطقة الخضراء هذا عطر في شوية السويت في الأخشاب معمولة على الجديد على تبع العطور بتمنى أعزائي يكون عجبكم الفيديو ما تنسوا تتابعوني تعملوا سبسكرايب ونشوفكم فيديوهات جديدة Hello جايز Welcome back to my channel, Beirut Fragrance Passion. If you are new, please subscribe. Today's video, I'm gonna talk about a flanker of Pinot Silvestre, the original. It's a flanker. It's called Pinot Silvestre Underwood. This perfume is new. It's not. It's, it has nothing to do with the original one, the Pinot Silvestre, the original. This one was released in 2014. It's a woody aromatic. That's the full presentation i have the big 125 ml, it's auto toilet concentration. the box, uh, it's green and uh, you can see the forest design. okay, the dark forest. and here you have true essence of woods written and some information, some brand information, the batch code. okay. Uh, on the Box. The bottle, it's not anymore uh, a built-in sprayer and uh, the same style of the pine cone. Okay. Pino Silvestre Underwood. Here you have the batch, uh, the ba the sticker and the batch code here. Okay. The sprayer sucks and it leaks when you spray. Uh, the sprayer is not good at all okay uh, this perfume it has citruses in the opening lavender good amount of lavender woody notes okay a cocktail of woody notes cashmere wood and patchouli uh, it's a good flanker in my opinion uh, it reminds it, it reminds me a little bit it's similar a little bit of uh, only the Brave by Diesel and in the late, in the dry down, in the base, it becomes close to Allure Home by Chanel. Very close to Allure Home by Chanel, but in the dry down. Uh, it's a good flanker. It's very good for everyday use. Uh, not bad at all. It has good performance. Uh, six to seven hours longevity and the first uh, hour uh, average projection uh, the projection is a little bit weak but okay uh, you can spray more and uh, you can spray uh, on your clothes and it will give you more performance uh, seasons it's for uh, uh, spring fall and winter okay uh, I think in, in the summer heat, it, it will be a little bit glowing. So I, I don't use it in the summer. It's very good for the office situations, for school, for uh, college. Okay. And it's a, a good signature scent. You can use it as your signature scent. Compliments wise, it's very good. It gave me a good amount of compliments and it leaves a positive uh, reactions, okay, around you. This style of DNA, uh, usually it gives a lot of uh, compliments. And the ladies love this uh, DNA. Uh, price, it's very cheap. I got my 125 ml for $25. And you have another size, 75 ml. It will cost you around $15. So, it's a bang for your buck. Uh, it's a good flanker. I think the best one. I already reviewed uh, Rainforest. Uh, it smells good, but it's very weak in performance. This one, it's it has very good performance. Uh, so, guys, check this one out. It's a really good, a really good flanker. Uh, thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and see you around.